عاجل، الداخلية المصرية تكشف عن تفاصيل عن فيلا العفاريت الجن في الجيزة، وتعرف إلى الدول الأقوى عالميا وعربيا، تعرف على ترتيب مصر في أقوى دول العالم، وواقعة أليمة وصادمة في مصر، تفاصيل أم ترمي بنفسها من الطابق السادس خلف ابنتيها، ومفاجأة دال به ألف. تورد بيانات عن وزارة الدفاع الألمانية حول صادراتها من الأسلحة إلى مصر وتركيا والسعودية. وشاب مصري يستغيث بالسيسي، ننشر التفاصيل. وبدء تطبيق مواعيد جديدة لغلق المقاهي والمحال، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ليه 1000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل، الداخلية المصرية تكشف تفاصيل عن فيلا العفاريت والجن في الجيزة. كشفت الأجهزة الأمنية المصرية أن الفيلا في منطقة كرداسة بالجيزة، والتي ارتبطت بها حكايات غريبة حول أنها مسكونة بالجن والعفاريت، يتم استغلالها كمركز لعلاج الإدمان. وحسب صحيفة الوطن المصرية، فإن المعلومات التي وصلت الأجهزة الأمنية كشفت أن الفيلا يتم استغلالها كمركز لعلاج الإدمان، وأن 7 أشخاص بينهم 3 مسجلين خطر في أنشطة تتعلق بالمخدرات يتولون إدارتها بدون أي تصاريح، وبدون وجود كادر طبي، وتحت إشراف عاطل قام باستئجار الفيلا لإدارتها كمركز طبي لعلاج الإدمان بدون ترخيص، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي. وتابعت توجهت قوى أمنية للمكان وقامت باقتحام وضبط القائمين على إدارتها، وتبين أنهم 7 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية. كما تبين وجود 150 شخصا بداخل الفيلا، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرها عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم والتعدي عليهم. كما تمت إحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات. مصدر معانا كان من الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتعرف إلى الدول الأقوى عالميا وعربيا. تعرف على ترتيب مصر من أقوى دول العالم معنا. نشر موقع جلوبال فاير باور المختص بالشؤون العسكرية تصنيف لترتيب إجمالي القوى العسكرية العاملة، وقد احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا، تليها كلا من روسيا والصين. بالنسبة للدول العربية، فقد احتلت مصر المرتبة الأولى عربيا والـ13 عالميا، والسعودية في المرتبة الثانية عربيا والـ17 عالميا، والجزائر في المرتبة الثالثة عربيا والـ27 عالميا. إما الدول العربية الأخرى التي دخلت التصنيف فهي على التوالي بحسب الترتيب العالمي: الإمارات العربية المتحدة ترتيبها 36، المغرب 53، العراق 57، سوريا 64، ليبيا 70، الكويت 71، عمان 72، تونس 73، الأردن 74، السودان 77، اليمن 78، قطر 82، البحرين 103، لبنان المرتبة 116. أوضح الموقع أنه يعتمد على أكثر من 50 عاملا فرديا لتحديد درجة مؤشر قوة لدولة معينة، مع فئات تتراوح من القوة العسكرية والمالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافية. وأشار إلى أن الصيغة المستخدمة تسمح للدول الأصغر والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل تطورا. مصدر معنا كان من جلوبال فاير إندكس، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. الموقع معنا اسمه جلوبال فاير باور. عرفنا ترتيب مصر،
13 عالميا. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض للخبر آخر ومفاجأة. دال به ألف تورد بيانات عن وزارة الدفاع الألمانية حول الصادرات من الأسلحة إلى مصر وتركيا والسعودية. اعتبرت نائبة حزب اليسار بالبرلمان الألماني سيفين داغدالين أن الحديث عن سياسة تصدير أسلحة حذرة هو تضليل متعمد للرأي العام. وأظهرت بيانات لوزارة الدفاع الألمانية أن أكبر مستوردي سلاح متورطين في صراعات بالشرق الأوسط. وصدرت شركات الأسلحة الألمانية أسلحة حربية بقيمة نحو 4.5 مليار يورو. وجاء في رد وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية DBA، أن ما يقرب من ربع هذا المبلغ 1 مليار يورو شكل صادرات أسلحة حربية إلى مصر. وبحسب البيانات كانت السعودية وتركيا أيضا من بين أعلى 10 دول متلقية للأسلحة الألمانية منذ أكتوبر 2017. وفي مفاوضات الائتلاف بعد الانتخابات العامة في 2017 وافق التحالف المسيحي بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي على حظر تصدير أسلحة لجميع الدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن. بالنسبة للسعودية تم تنفيذ القرار جزئيا اعتبارا من نوفمبر 2018 بعد ما حدث للصحفي جمال خاشقجي، ومع ذلك توجد استثناءات. ولم يرد في بيانات الوزارة الحجم الدقيق لصادرات الأسلحة الحربية إلى السعودية منذ أكتوبر 2017، لأنه يمكن عبر ذلك تحديد هوية الشركات المصدرة. لذلك صنفت الوزارة هذه البيانات على أنها سرية. ووصفت داغدالين صادرات الأسلحة إلى تركيا الشريكة في الناتو بأنها لا تطاق بسبب تورطها في الصراعات في سوريا وليبيا. المصدر معانا كان من دويتشا فيلا. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. الحزب اليسار في المانيا طبعا يعني مش عاجبه ان المانيا بتصدر اسلحة لمصر والسعودية وتركيا. اترك ليكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر اخر وواقعة أليمة وصادمة في مصر. تفاصيل ام ترمي بنفسها من الطبق الثالث خلف ابنتيها. شهدت مدينة 15 مايو المصرية واقعة أليمة وحزينة، حيث سقطت طفلتان صغيرتان من شرفة المنزل الواقع في الطابق السادس ولحقت بهم امهما بهدف انقاذهما ما أدى إلى مصرعهن. وفي تفاصيل هذه الواقعة الأليمة نقلت صحيفة الوطن رواية جارة السيدة المتوفية حيثيات هذه الحادث، لافتة إلى أن الأم لم تتحمل رؤية سقوط طفلتيها، طفلة رضيعة وطفلة ذات 5 سنوات أمام عينيها، فألقت نفسها ورائها ظنا منها أن بإمكانها إنقاذهما. وقالت جارة السيدة للوطن: البنت الصغيرة كانت شايلة أختها اللي عمرها 7 شهور ووقعت منها، فالأم لما شافت المشهد وعيالها بيقعوا قدام عينيها جالها صدمة وجريت رمت نفسها وراهم، لافتة إلى أنها سمعت صوت عالي يستغيث فأسرعت من مكانها وأصيبت بصدمة من المشهد. وأضافت: أول حاجة عملتها أني لقنتها الشهادة وهي ما كانش على لسانها غير كلمة ولادي ولادي، طمنتها وقلت لها ولادك بخير، والبنت الكبيرة كانت ماتت والصغيرة واحد خدها بسرعة لما لقى فيها النفس علشان ينقذها، بس ماتت أول ما وصلت المستشفى. وانتقل قوة أمنية على الفور لمكان الحادث بعد تلقي بلاغ، وتمت الاستعانة ب3 سيارات إسعاف لنقل جثمان المتوفيين. وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث لبيان أسباب الوفاة وصرحت بالدفن. الوطن أوضحت أنه بينما كانت الأم تعد وجبة الغداء استعدادا لعودة زوجها من المسجد، كانت طفلتاها صغيرتان بالقرب من شرفة شقتها التي تقع في الطابق السادس بإحدى عمارات مدينة 15 مايو، وفجأة اختل التوازن وسقطوا على الأرض، ما دفعها إلى اللحاق بهما على أمل أن تنقذ حياتهما، لكنها فارقت الحياة ومعها طفلتها الرضيعة وشقيقتها. مضيفة أن الأب صدم بعد رؤية الحادث وهو عائد بسجادة الصلاة من المسجد. المصدر معانا كان من الوطن. ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم، يعني في الجنة إن شاء الله الأم وبناتها الاتنين، ربنا يرحمهم. ادعو لهم إن ربنا يرحمهم ويغفر لهم بإذن الله. وطبعا الأم ما نقدرش نقول عليها إن هي انتحرت، لأن هي
يعني الصدمة شديدة جدا، صدمة شديدة جدا، فلا إراديا يعني قد تكون قامت بالفعل هذا بطريقة لا إرادية وبدون أي وعي. فهي أعتقد بنسبة 100% إن هي مش ميتة، منتحرة أو مقدمة على الانتحار أو فكرت في الأمر، ولكن يعني ندعي لها بالرحمة إن شاء الله بإذن الله ربنا يرحمهم ويغفر لهم وفي الجنة بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وشاب مصري يستغيث بالسيسي. ننشر التفاصيل. وجه الشاب محمد جابر من محافظة أسوان المصرية استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب معاناته من مرض نادر يسمى الفقاعات الوراثية ويسبب له الكثير من الآلام. قال محمد إنه يعاني من هذا المرض النادر منذ ولادته، لافتا إلى أن المرض أثر أيضا على نظره فضلا عن أنه تسبب له في شرخ بعدسات القرنية. وكتب في رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسي: أعلم أنك لم تتأخر على أحد من أبنائك وأنا واحد من أبنائك رئيس، ونفسي أعيش حياة كريمة وألاقي علاج لحالتي. وأضاف أن المرض ينهش في جسده بسبب فرقعة الجلد التي تتسبب في نزول الدماء، وأشار إلى أنه توجه إلى عدد كبير من الأطباء لكن علاجه باهظ الثمن. مصدر معانا كان من القاهرة 24. ربنا رب يعني يشفيه بإذن الله، وإن شاء الله الرئيس السيسي يستجيب لدعوات هذا الشاب ابن مصر وابن الرئيس السيسي، وإن شاء الله يتم علاجه بإذن الله. أترك لكم التعليق على هذا الخبر، وأتمنى الدعاء للأستاذ محمد جابر، ربنا يشفيه بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر مهم جدا معانا، وبدء تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي. وتستعد الحكومة المصرية لبدء تطبيق مواعيد جديدة لغلق المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات ابتداء من يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، وفقا لقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية. يكون آخر يوم لتطبيق المواعيد الصيفية الخميس 30 سبتمبر، فيما يكون الجمعة 1 أكتوبر أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية. وفقا للمواعيد الجديدة سيتم فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميا من الساعة 7 صباحا وتغلق 10 مساء، حيث سيتم زيادة التوقيت يوم الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء، وسيتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 1 صباحا. ووفقا للقرار سوف يستمر التكاوي واستمرار خدمة التوصيل لطلبات المنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، وسيتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكانية يوميا من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساء. مصدر معانا كان من اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، هذه مواعيد الشتاء الجديدة. قولوا لنا في التعليقات انتوا بتحبوا فصل الصيف اكتر ولا فصل الشتاء اكتر. انا عن نفسي بحب جدا فصل الشتاء، واترك ليكم التعليق. هذه كانت مواعيد غلق المحلات والكافيهات والورش ومحلات الاعمال الحرفية والمولات. اترك ليكم التعليق. جينا مع بعض لنهاية نشرة الاخبار، اتمنى اكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم ان شاء الله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.